فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تقول: سألت فضيلتكم قبل أيام واستفتيتكم في بيت قد اشتريته بقرض ربوي وأنا جاهلة، وقلتم فيما معنى الفتوى أن أتخلص من هذا البيت إن استطعت، وسؤالها ما معنى التخلص منه؟ هل معنى ذلك أن تبيعه؟ وإذا باعته وجلب لها أرباحاً فكيف تعمل في أصل المال وفي الربح؟ الذي أراه لها أن تكتب سؤالها وأن ترسله للإفتاء وينظر فيه إن شاء الله ويأتيها الجواب محرراً تمشي عليه، تكتب سؤالها وترسله إلى الإفتاء إما مع مندوب وإما عن طريق الفاكس، وسينظر فيه إن شاء الله. نعم.